من هشام العصبة الاحترافية تقرر تأجيل مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي. ولا ما بغاوش اخويا خالد، باش نكونوا واضحين، بالنسبه للفرقه لعبت خارج، فرقه لعبت خارج، لعبت لا في نار مع الاهلي، وانت تعرف باللي ملي تكون خارج البلاد ضروري خصك دير حاجه صحيه، شي واجب على الفريق ملي تيكون في حد المسابقه، وملي تيكون خارج البلاد، ملي تيدخل البلاد ديالو خاص ضروري تكون تيكون ضروري سميتو الحجر الصحي تقريبا اسبوع ولا حتى تقريبا حتى الاسبوعين، ما تعرفش شنو تيوقع. ها خالد، بالنسبه للتاجيل انا متفق مع التاجيل. اساس اول حاجه ولا اساس الانسان خصو يكون الصحه ديالو هي الاولى، يعني لكون يعني تحط مثلا هذا البروغرام ولا مشينا مثلا في المباراه غادا تلعب، ولا كان تقريبا واحد لاعب ولا جوج ولا ثلاثه لاعبين انا يوليو عادي وغير عادي وبعضياتهم غادي، خصوصا دابا دابا هشام اسمح لي الا قطعتك، في كل مره كتجرى مسحه طبيه على الفريق الرجاء الرياضي، في كل مره كنكتشفوا حالات اصابه جديده بفيروس كورونا وبالمتحور اوميكرون. هذا هو اللي بغيت نشير ليه اخويا خالد. تخيل معايا مثلا تمشي تلعب الماتش راه غادي تلعب مع فريق ديال الجيش، تقدر تعادي هذوك اللاعبين غيديو العدوى، يديها العائله ديالو لوليداته، يعني كاينه ظروف صعيبه يعني في التاجيل، خاص بحال هذه المسائل هذو ربما خاص يحسموا فيهم، لما نبقاو اليوم واش غيتاجل اليوم واش ما غاديش يتاجل، هادشي واضح وبين. اول حاجه الرجاء الرياضي داخل الحجر الصحي، كاين لا تدريب لا والو، ما تتريني والو، جالسين يعني في الاوتيل الله يحسن العوان ديالهم، يعني تقريبا جوج سيمانات هما خارجين كونسنتراسيون، وتدخل عاوتاني تدخل كونسنتراسيون، والظروف صعيبه داخل الحجر الصحي بالنسبه للاعبين ديال الرجاء، سواء بالنسبه للحاله النفسيه ديالهم صعيبه القضيه عند اللاعبين ديال الرجاء. راه ماشي سهله، راه حنا دابا حنا تندوي، راه حنا نريحوا مثلا، حنا تندوزوا برنامج ديالنا ديال جوج سوايع ونص ولا ساعه ونص، وفهمتيني غير امتى تسالي باش تقضي بزاف الامور ديالك يعني خارج 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 البرنامج، ما بالك اللاعب اللي الحياه ديالو يعني مترابطه بالعمل ديالو والشغل ديالو، تعرف الكونسنتراسيون ديال اللاعبين ولا بريسيون على اللاعبين، ما بالك من السدات تجي تيسدوا عليك، صعيب الحال. وكما قلنا هذه حفاظا على البلاد ديالنا اول شيء، تخيل معايا كون تلعب الماتش نوليو في بزاف الامور، تولي واحد الكارثه اللي بصراحه اللي ما يبغيها حتى واحد، تتعرف شكون اللي كاين، غيكونوا معاك بوليس، غيكونوا معاك لعبه ديال الجيش، غيكون معاك كوميسيا ديال الماتش، ديليغي ديال الماتش، كاين وغتسافر من كازا للرباط، وغتسافر عاوتاني من كازا للرباط، يعني كاينه ظروف اللي بصراحه اللي صعيبه باش تجي غتمشي تلعب المباراه خالد. تاجل المباراه، راه تما نشوفوا الوقت ان شاء الله اللي غيكون. دابا الحمد لله لا الرجاء لا الجيش عوضونا على الريتم، ولا الفرقي ولا الانديه ديالنا ديال المغرب عوضونا على الماتشات، ولاو تيتلعبوا مثلا الاربعاء الحد، فهمتي كاين جوج ماتشات في السيمانه، يعني امكانهم يعوضوا ان شاء الله هذا الماتش. هذا ماتش ماشي سهل، ماتش كلاسيكو، الجيش هي غاده في الطريق الصحيح، يعني تتسنى هذا الماتش هذا يتلعب، ظروف ديال كوفيد هو اللي خلات الرجاء الرياضي ما تلعبش اخويا. هذا الكلاسيكو المباراه اللي تاجلات ما بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي، فهي اثارت جدل كبير بين مختلف الجماهير المغربيه ومختلف متتبعي كره القدم الوطنيه. كاين اللي كيشوف باللي الماتش ما خصوش يتجرى، خصو يتاجل بسبب الوضعيه ديال فريق الرجاء الرياضي، وكاين اللي كيشوف باللي الماتش كان خصو يتلعب في الوقت ديالو في هذا اليوم هذا ياك، والرجاء الرياضي يتحمل المسؤوليه ديالو، وما الا ما حضرش الماتش يخسر بزوج ديال الاهداف لصفر، والامور تبقى غاديه كيف ما هي. هشام دابا كل واحد وكيشوف من المنظور ديالو، وتابعنا يوم امس من بعد الاعلان ديال العصبه الاحترافيه على تاجيل الماتش، فمجموعه من الانديه وكذلك العشاق ديالها اللي دخلوا على الخط، بحال دابا مثلا فريق الجيش الملكي يوم امس
صدر واحد البلاغ من بعد الاعلان على تاجيل الماتش، استنكر هذا القرار ديال العصبه الاحترافيه، فريق الجيش الملكي استنكر القرار ديال العصبه الاحترافيه بتاجيل الماتش. كذلك المنخرطين ديال نادي الوداد الرياضي صدروا واحد البلاغ كيستنكروا فيه قرار تاجيل الماتش ديال فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء الرياضي، اضافه الى فريق اولمبيك خويبكا اللي حتى هو ايضا صدر قرار ديال استنكار ومعارضه ديال تاجيل الماتش ما بين فريق الرجاء وما بين فريق الجيش الملكي. لا واش بيني وبينك خالد، واش انا ما نمشيوش كاع بعيد بزاف. حنا قلناها ملي بدات الحلقه، شنو قلنا؟ قلنا فرقه كانت في واحد المسابقه خارج البلاد كتمثل المغرب، تتمثل المغرب، دخلت ظروف على اساس بزم منك خصك تدخل دير الحجر الصحي، هذه من جهه. ثاني حاجه الرجاء ما تتريني ما والو ودخل حجر صحي. لا يعقل 7 ايام ولا 8 ايام هما جالسين وغيمشيو يلعبوا ماتش ديال كلاسيكو، ماتش ماشي سهل، ماتش كبير، ماتش فيه خصها ايكيب ولا فريق خصو يربح وفريق خصو يخسر، يعني كاينه منافسه. ودليل على هذا الشيء راه واضح وبين خالد، على اساس راه الناس راه ما تيترينيوش، كاين داخل الحجر الصحي. يعني هذا الشيء ما خصناش نتكلموا عليه، ما خصناش كاع ندويو عليه ولا يدويو عليه الفروق ولا يدويو عليه الجمهور، على اساس فريق رجاء الرياضي داخل حجر صحي راه ما يمكن. تخيل معايا الجيش وقع له نفس 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 المشكل، نفس السيناريو ونفس الحاله ونفس السيناريو، غادي نقولوا لا راه خص الجيش تلعب مع الرجاء، راه ما يمكنش. اذا حنا غادي نخالفوا القانون، نخالفوا بزاف الامور، غادي نخالفوها، غنطيحوا في مشاكل. انت كتشوف هشام باللي القرار ديال السلطات اعلى من القرار ديال العصبه الاحترافيه، حيت العصبه الاحترافيه اجلت الماتش بالنظر القرار ديال السلطات اللي منعات الرجاء الرياضي باش يغادر الحجر الصحي ويتنقل مدينه الرباط باش يخوض المواجهه امام فريق الجيش الملكي، بالنظر للحاله الصحيه والاصابات اللي كتسجل كل مره في صفوف الفريق في الحجر الصحي، وسيرتو دابا مع المتحول اوميكرون. دابا كنشوفوا الى حدود الان داخل فريق الرجاء الرياضي كاينين 4 ديال الاصابات. الامر كيتعلق بمحمد الناهري اللي بقى بقطع حتى الشفاء ديالو وغاب على المباراه ديال السوبر. كذلك كاينه الاصابه ديال محسن متولي وحميد احداد اللي كيتواجدوا دابا بالمستشفى، واللي نضاف لهم ايضا عبد الاله مذكور حتى هو تصاب بالفيروس وحتى هو تنقل الى المستشفى، اضافه لزوج ديال المشجعين ديال الفريق اللي كانوا مع البعثه ديال الفريق. اذا في كل مره هشام كتجرى مصحه طبيه جديده، وحنا نذكركم مشاهدينا باللي كل مره فكتجرى مصحه طبيه جديده للفريق الرجاء الرياضي، والمساحه الطبيه فهي متواصله ومسترسله كل مره، والسلطات الصحيه فهي متبعه الوضع داخل فريق الرجاء الرياضي في الحجر الصحي، ومع كل مسحه طبيه جديده الا وكتظهر حاله ولا زوج ديال الحالات جداد. هشام دابا انت شوف، اول حاجه ملي تندخلوا في هذه المسائل ديال مسحه طبيه، وكاينه مراقبه لهاد وسط فريق الرجاء الرياضي، ربما شفنا الحاله الاولى، الحاله الثانيه، ولينا في الثالثه، يعني في اللاعبين هادو على اساس هادو لاعبين، يعني ثلاثه ديال اللاعبين اللي تصابوا اللي كاينين هنا عاد خلي الناهري اللي كاين في قطر، باقي في قطر. انا مع القرار ديال تاجيل المباراه حتى نشوفوا وقت ما غادي تلعب. الرجاء جاهزين، يعني يقدروا يلعبوا حتى جوج ماتشات، ثلاثه الماتشات واش الاسبوع، واخا ما كايناش ثلاثه الماتشات واش الاسبوع، غالبا تيكونوا جوج، يعني اما الاربعاء ولا الحد. اول حاجه انا غادي نقول لك، اول شيء هو الصحه ديال اللاعبين فوق الجميع. كما قلنا ما خص واحد يتصاب، خص اللاعبين ولا غيمشيو مع غيمشيو لفريق اخر غادي يلعبوا معاهم، تما خصهم يكونوا في صحه جيده باش تكون الامور واضحه وبينه. قرار بالنسبه لي انا قرار خصو يدير هذا القرار قبل ما نبقاو ندخلوا ولا نخرجوا في الهضره. دليل على هذا الشيء لا يعقل يا خالد، فريق الرجاء الرياضي داخل حجر صحي، يعني جالس في الاوتيل
وغادي غادي يعني يسالي المهله ديال الحجر الصحي وغيمشي ديريكت 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 غيمشي يلعب غيلعب اخويا خالد ماتش ما يمكنش لا يعقل. واخا هشام يوم امس من بعد البلاغ ديال العصبه الوطنيه الاحترافيه لكره القدم من بعد البلاغ الاول ديال التاجيل فالعصبه الاحترافيه اصدرت بلاغ ثاني اللي من خلاله حاولت توضح الظروف ديال القرار ديالها اللي اتخذته بتأجيل المباراة، وجا في القرار فنحاولوا نوضحوا الصورة أكثر مشاهدينا من خلال القرار الجديد ديال العصبة الاحترافية. فأكدت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم أن دوافع تأجيل مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي ترجع لعدم السماح المفاجئ من طرف السلطات المختصة لجميع مكونات نادي الرجاء الرياضي لاعبون أطقم تقنية وإدارية من مغادرة فندق الإقامة الذي يقضي فيه هذا الأخير أي الرجاء الرياضي مرحلة الحجر الصحي الإجباري بعد عودته إلى أرض الوطن من دولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. مشاهدين في بلغة أيضا أن فريق الرجاء الرياضي وعلى الرغم من عدم تمكنه من إجراء أي حصة تدريبية أبدى رغبته في خوض المباراة، يعني الرجاء الرياضي وبرغم عدم إجراء هشام أي حصة تدريبية ولكن أبدى الرغبة دياله في إجراء المباراة، إلا أن السلطات المختصة رفضت رفضا قاطعا تعريض صحة مواطنين آخرين لاحتمال الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا جراء مخالطة بعثة نادي الرجاء الرياضي والتي لم تؤكد بعد الفحوصات الطبية خلوها من الإصابة، خاصة بعد ظهور حالات إيجابية من المتحور أوميكرون خلال الأيام السابقة. تضيف العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم معتبرة أن هذا الإجراء هو قوة قاهرة، أي إجراء ديال أو القرار ديال تأجيل المباراة هو جاء بقوة قاهرة يستعصي عقبها إقامة المباراة السالفة الذكر، مشددة عفوا العصبة على أن تفعيل مضامين الدورية السابقة الخاصة بإقامة المباريات من عدمها في ظل جائحة كورونا فقد تم احترامها بعد الاستناد إلى القوة القاهرة، وذلك لخضوع بعثة نادي الرجاء الرياضي من لاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية للعزل الصحي الإجباري والخارجة عن إرادته. هذا هو البلاغ التوضيحي مشاهدينا اللي صدر على العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم من بعد ما كانت صدرت بلاغ سابق بخصوص تأجيل في البلاد ديالنا. خصنا ضروري تكون احتياطات واجبات، خاصها تكون احتياطات يعني حتى في المباراة، يعني هذا دليل على بناية على الرجاء الرياضي، ولكن مثلا بعض الخطرات تنشوف حتى المباراة ملي تلعب مباراة كلشي اللاعبين تيديروا لي تيست ديال الكورونا، يقدر شي واحد تيتصاب ولا هذا يقدر ما يلعبش المباراة، ولا تقدر المباراة توقف إلا كانوا أربعة ولا خمسة ديال اللاعبين، ربما تيكون توقيف ديال المباراة، واخا تكون المباراة يعني لا إلا تصاب لك لاعب ولا جوج ماشي مشكل. لا أنا قلت لك مثلا أربعة ولا خمسة وي كمل تقدر المباراة في الساعة ديالها ولا في النهار ديالها في الساعة ديالها يقدر تأجل الماتش.